بغداد تغتنق بالزحام المروري. من أهم تأثيرات الازدحام في بغداد هو التأثير الاقتصادي للوقود المستهلك. قيمة ضائعات الوقود للسيارات في العراق نتيجة الازدحام كحد أدنى هي 495 مليار دينار عراقي سنوياً. هذه القيمة من الضائعات قادرة على إنشاء أكثر من 11 ألف كيلومتر من الشوارع التي من شأنها تقليل ضياع الوقود، ضياع أموال المواطن والدولة العراقية التي تستورد سنوياً بحدود 3 مليارات دولار من البنزين. السيارة الواحدة في بغداد والتي لديها خط سير يومي يصل إلى 20 كيلومتراً ذهاباً وإياباً تخسر سنوياً بحدود 572 لتراً. قيمة ما تخسره السيارة 314 ألف دينار عراقي، ناهيك عن نسبة التلوث المرتفعة نتيجة هذا الازدحام. لا يمكن للحكومة العراقية أن تتعذر بعذر عدم وجود تخصيصات مالية لإنشاء طرق جديدة. هيئة الطرق والجسور قادرة على الاقتراض من المصارف الحكومية بمبالغ لإنشاء هذه الطرق مقابل جعلها طرقاً مدفوعة الثمن. الطرق المدفوعة الثمن يمكن أن تصل بأسعار زهيدة جداً لا تتجاوز الألف دينار عند مرور السيارة خلالها. يمكن للحكومة تسديد قيمة القرض من هذه المبالغ التي سيدفعها صاحب السيارة لتقليل مقدار استهلاك الوقود. اتباع هذه الخطة سيساهم في تقليل استهلاك الوقود وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الخارج.